كن أمينا. Good morning يا ولاد، عاملين ايه؟ كل حاجة جاهزة معاك يا أرنوب في الشنطة، معاك الكراسة والقلم والأستيكة، خلي بالك منهم وركز مع المدرسة. حاضر يا ماما، بس فين الأستيكة؟ يا ابني ركز، أهي الأستيكة. صحيح، شكرا يا ماما. أقول لك باي باي. باي باي يا أولاد، استنوني لما أرجع من المدرسة النهاردة. النهاردة أول يوم. هي هي. أنا كمان هعمل الغدا عقبال ما ترجع من المدرسة. باي باي يا أولاد. وبعد 6 ساعات عاد أرنوب للبيت وصوت جرس. حاضر، جاي أفتح. أهلا يا أرنوب، عملت إيه في أول يوم دراسة؟ دي حاجة سهلة خالص يا ماما وحلوة كتير. لعبت وأكلت وتعرفت على أصحاب جديدة. بس كده؟ لا، كمان كتبت في الكراسة بالقلم ومسحت بالأستيكة. حتى شوفي، ايه ده؟ فين القلم؟ ايه ده يا أرنوب، ضيعت القلم والكراسة، راحوا فين؟ وكمان الأستيكة معي. لازم تحافظ على حاجتك يا أرنوب، هات ودنك. بلاش وداني، لحسن تقسى، أنا بطولها. هجيب لك كراسة وقلم وأستيكة تاني، بس اوعى تضيعهم، لازم تحافظ عليهم. آسف يا ماما، مش هيحصل كده تاني. وتاني يوم راح أرنوب المدرسة ومعاه كراسة وقلم وأستيكة جديدة. وبعد 6 ساعات رجع أرنوب للبيت وجرس الباب. حاضر، جاي أفتح. أهلا يا أرنوب، عملت إيه في تاني يوم دراسة؟ عملت بنصيحتك يا ماما وحافظت على الحاجات اللي معايا. حتى شوفي، إيه ده يا أرنوب؟ 5 كراسات و5 أقلام و5 أستيكات، جم منين يا أرنوب؟ كل كراسة عجبتني أخدتها، وكل قلم جميل أخدته معايا، والأستيكة أشكالها حلوة خالص أخدتها من أصحابي. شوف يا ماما الأستيكة حلوة إزاي. مطلوب تحافظ على حاجتك بس، مش تاخد حاجات الآخرين. لازم تكون أمين يا أرنوب. أمين؟ أمين؟ يعني إيه أكون أمين يا ماما؟ بابا يسوع علمنا لا تشتهي شيئا مما لقريبك، خروج 20 آية 17، يعني تشوف الحاجات الجميلة اللي ربنا ادهالك بس، مش تشوف حاجات الناس التانية وتعجبك وتاخدها. طيب أعمل إيه في بقية الكراريس والإلام دي؟ ترجعها لأصحابها وتعتذر لهم. خسارة يا ماما، دي حاجات جميلة. لا تشتهي شيئا مما لقريبك، ده كلام بابا يسوع لازم نعيشه. حاضر يا ماما. برافو يا أرنوب إنك هتسمع الكلام. وعلى فكرة يوم الجمعة الجاية هنزور خالتك ونلعب مع أولادها. هروح لخالتي وألعب مع فرحة بنت خالتي. جاي لك يا فرحة، أنا جاي. وفي نهاية الأسبوع يوم الأجازة، ماما أخذت أرنوب في زيارة لخالته، وهناك قابل فرحة بنت خالته. بس أرنوب خد معاه شنطة المدرسة، يا ترى ليه؟ أهلا يا أرنوب، أنا فرحانة إني بشوفك، تعال نلعب مع بعض. أنا كويس كده. أنت جاي
أكيد معك شنطة المدرسة لي يا أرنوب، هتعمل بيها إيه؟ أصل أنا بحب المذاكرة قوي، العب إنتي وأنا هذاكر. النهاردة أجازة، أنا هلعب ونط الحبل، وخد إنت راحتك. أهي قالت خد راحتك. أثناء لعب فرحة، بدأ أرنوب يجمع حاجات فرحة ويحطها في الشنطة، لغاية ما الشنطة بقيت مليانة وتقيلة خالص. دي لعبة حلوة أحطها في الشنطة، ودي أستيكة جميلة معاها، ويا سلام ده كتاب جميل خالص. يلا خد راحتك. أنا خلصت لعب. وأنا كمان خلصت على لعبة. تحب تلعب معايا يا أرنوب؟ لأ أنا عايز أروح دلوقتي يا ماما. يلا بينا، سلام يا فرحة. دخل أرنوب البيت وشنطته مليانة، ولاحظت ماما ده فسألته بتعجب، ايه ده يا أرنوب؟ ايه ده كل الحاجات دي؟ لعب، أقلام، أستيكة، جبتها منين؟ دي حاجات فرحة. واخدتها ليه؟ هي اللي قالتني خد راحتك. انت محتاج تكون امين يا ارنوب، بابا يسوع علمنا لا تشتهي شيئا مما لقريبك، خروج 20 آية 17. متأسف يا ماما، انا كنت فاكر اي حاجة تعجبني اخدها. حاجتك بس تاخدها، لكن حاجة اي حد تاني لا تبصلها ولا تاخدها، كن امينا. انا هرجع كل حاجة يا ماما. يلا بسرعة على فرحة. حاضر أنا جاية. أرنوب أهلا بيك. خير يا أرنوب؟ فرحة أنا الصراحة ما كنتش أمين معاك، وجمعت كل حاجاتك ولعبك في شنطتي. أنا فعلا مش لاقية لعبي ولا أقلامي. كلهم معايا. أنا آسف، اتفضلي حاجاتك، خديها من الشنطة. كويس إنك بتتوب يا أرنوب وترجع الحاجة اللي أنت أخدتها. يعني إيه أتوب يا فرحة؟ يعني تتغير وتبطل الحاجات اللي بتعملها؟ أنا خلاص بتوب، وكمان عايز أصلي. اتفضل صلي، وإنتوا كمان يا أولاد صلوا معانا. سامحني لأني ما كنتش أمين يا رب. أي حاجة تعجبني أخدها. أخدت لعب وسندوتشات وفلوس وإقلام. يا رب سامحني، من النهاردة أكون أمين زي يوسف. ما كان أمين في بيت سيده وحتى في السجن. أعمل بكلامك، لا تشتهي شيئا مما لقريبك. أمين. شاطر يا أرنوب. ودلوقتي نقول لكم باي باي، نشوفكم تاني في حكاية جديدة، وما تنسوش كونوا أمناء، كن أمينا. باي باي. تعجبني وامسك قوي فيها، تبقى بتاعتي واخدها معايا، ولا حدش يلعب ويايا. علشان كده اصحابي سابوني، ولا عادوا بيرضوا يلعبوني. انا محتاج حاجة واحدة وبس، ان اتعلم.
بالظبط النفس.